حث حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية وايس مور الجمهوريين في الكونغرس على العمل مع الديمقراطيين لإقرار تمويل الاتحادي اللازم من أجل إعادة بناء الجسر المنهار في ميناء بالتيمور. قال أيضا أنه يتعين على الجمهوريين أن يكونوا على استعداد للموافقة على التمويل ليس فقط من أجل الجسر ولكن من أجل الاقتصاد الأمريكي. قال مور إن الحطامة الموجودة في المياه والظروف الجوية الخطرة تجعلان من المستحيل على الغواصين مواصلة البحث عن جثث العمال الأربعة والتي لم يتم انتشارها منذ هذا الحادث. تتواصل الجهود لإزالة الهيكل الفولاذي الذي دمرته سفينة بعد ارتطامها بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، حيث تسبب انهيار الجسر بكارثة كبيرة في الولايات المتحدة أثارت قلقا وتساؤلات عديدة بشأن المرحلة القادمة لإعادة إعمار الجسر الشهير. وتقوم الطواقم المختصة بالتدمير بقص الجزء الأعلى من الجسر، حيث تأمل السلطات أن تسمح إزالة الجسر عبر تقطيع إلى أجزاء أصغر حجماً ورفعها لعناصر الإنقاذ بانتشال جميع جثامين الضحايا وإعادة فتح خط الشحن المهم. المتحدثة باسم خفر السواحل الأمريكية قالت إن عملية الرفع الأولى أنجزت بعد الانتهاء من قص الجزء العلوي من أحد الأقسام الشمالية للجسر، لافتاً إلى أن أفراد الطواقم تمكنوا من رفع قطعة من الجسر المدمر تبلغ وزنتها 200 طن. ومع استمرار عمليات رفع الأنقاض القاضي، قال حاكم ماريلاند ويس مور إن تقدما بدأ يتحقق رغم الوضع البالغ التعقيد، مضيفا أن الأحوال الجوية والأنقاض التي سقطت في المياه تحاول دون تمكين الغواصين من تقديم المساعدة. وقال مور إن عملية رفع الأنقاض ستستغرق وقتا طويلا. وحذر مسؤولون من أن عملية تنظيف الحطام من قناة الشحن ستكون معقدة وخطيرة تحت الماء، كما أن المخاطر بالنسبة لمدينة بالتيمور والاقتصاد الإقليمي كبيرة حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وتعد عملية إعادة فتح ميناء بالتيمور، وهو مركز حيوي للسيارات على الساحل الشرقي وأحد أكثر موانئ الشحن ازدحاما في البلاد، أمرا ضروري لقادة الولايات والقادة الفيدراليين، حيث إنه منذ الانهيار توقفت حركة السفن وهناك نحو 12 سفينة عالقة في الميناء الذي يعمل به 8000 شخص.